السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعينا الكرام. الفيديو ده يعني حابب اتكلم فيه عن قبل ثورة 52، قبل جمال عبد الناصر. ناس كتيرة جدا وصفحات تحس ان هي مصروف عليها على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا كلها ان قبل عبد الناصر كان الجنيه ايام الملك فاروق، يعني كان الجنيه كذا، والمدارس ويجيب لك صورة بنات حلوين كده في مدرسة وصور في مستشفيات، اي شوف مستشفيات ايام الملك، شوفوا مش عارف ايه. الكلام ده كله كلام فيك، دي لقطات ايام الملك وقبل 52 كانت البلد مش بتاعتنا. حتى لو كان الجنيه المصري مش عارف بكام دولار وبكام استرليني ومخزون الذهب والمناجم الذهب ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده كله ما كانش لينا، ده كله كان للفئه الحاكمه بس، تمام؟ المدارس الحلوه اللي انت بتشوفها في صور ايام الملك دي كانت المدارس اللي في المناطق بتاعتهم، زي مثلا المدارس اللي في الرحاب وفي مدينتي دلوقتي، تمام؟ المستشفيات دي ما كانتش. اسال اي حد، جدي وجدك اللي هو سمع من جده الدنيا كانت عامله ايه ايام الملك، هقول لك عيش القمح ده ما شفناهوش الا ايام جمال عبد الناصر. المواطن المصري ما لبسش شبشب 90%، شوفوا صور قديمه كده وفيديوهات من عند اهاليكم مثلا او صور فوتوغرافيه، او اسال كانت الدنيا عامله ازاي. الفلاح المصري ما كانش يملك ياكل حاجه من اللي بيزرعه، كان القانون اللي عمله اسره محمد علي مستمر لاسره محمد علي كلها لحد فاروق، ان الارض كلها من اسكندريه لحد اسوان دي ملك الملك او ملك الوالي او ملك الخديوي، والشعب كله شغال خدام. 52 مهما كان فيها ظلم وفساد ومهما كان عبد الناصر كان ظالم و و و الا انه كان دول كانوا ناس وطنيين، نزعوا شالوا العماله والخيانه والتبعيه من البلد. ايام قبل جمال عبد الناصر وايام الملك فاروق كان مهما كان الاقتصاد حلو ومهما كنا يقول لك كنا بندي قمح لبريطانيا وكنا بنكسي الكعبه، ماشي، والمواطن الفلاح المصري كان عامل ايه؟ كان يملك شيء؟ الشعب كله كان حافي اساسا. يقول لك احنا ودينا شباشب للسعوديه، طب وعندك زي بالظبط كده دلوقتي مثلا، ان احنا مثلا تلقى كل السكر مش عارف ايه وبلد يبقى منكوبه، نروح نبعت معونات لدوله. دي اللي انت بتشوفه من ايام الملك ده، اللي الناس اللي ما عندهاش ضمير، الناس المنافقه اللي بتشيره وتقعد تشتم في عبد الناصر وتقعد تشتم في السادات وتقعد تشتم في مبارك، ويقول لك الضباط الاحرار دول من هم اللي بوظوا مصر وهم وايام الملك، يا ريتنا كنا فضلنا ملكيه. اللي بيتمنى اللي بيقول يا ريتنا ده حاجه من اثنين، يا اما هو من الناس اللي مستريحه قوي ومن الفئه اللي هي بتاع المال، تمام، وعايزها ميغه زي ايام الملك وفي اسياد وعبيد، يا اما هو شخص بيشتهي العبوديه، مش العكس خالص، مش اللي بيمجد في عبد الناصر او اللي مش معنى ان انا كده ان انا بدافع عن عبد الناصر. واذا كان في بعض الناس بتقول ايام الملك كانت حلوه عشان عبد الناصر مثلا سجن الاخوان او حل جماعه الاخوان، لا، ده موضوع سجن الاخوان وحل جماعه الاخوان ده من ايام الملك فاروق. الملك فاروق اول واحد بدا في سجن الاخوان وقتل الاخوان، وهو اللي قتل حسن البنا مرشد الاخوان، وهو اللي دخل الاخوان اللي جايين من فلسطين في سجن الطور، وهو الملك فاروق هو اللي فتح معسكر ايامه كان في معسكر لتدريب اليهود في الماظه، تمام. الايام الملك فاروق دي لا، من اول محمد علي لحد الملك فاروق كانت خيانه وعماله وتغيير لهويه الشعب المصري، واعتقد الدراما المصريه ما خلتش. اما الناس بقى اللي هو عشان عبد الناصر كان ديكتاتور، الديكتاتور عمره ما كان خاين، الديكتاتور عمره ما يكون خاين ولا بياع، لان الديكتاتور بيعتبر البلد ملكه مش هيروح يبيعها للاجنبي. اما الملك فاروق واسره محمد علي كلها كانوا ناس جايين يديروا البلد دي لصالح بريطانيا العظمى. واللي يقول لك الجيش ايام الملك فاروق كان مش عارف ايه، لا يا باشا، ما كانش جيشنا، الجيش ايام الفاروق كان تابع للجيش الانجليزي، تمام، وبالدليل ان هو كان اي حرب بيدخلها الجيش الانجليزي او بريطانيا كان بيدخل الى جانبها، تمام. مصر ما شافتش الوطنيه الا بعد 52. اما الفساد بقى والظلم والحاجات دي حاجه، والخيانه والعماله حاجه ثانيه خالص. الفساد والظلم دي نعالجها بقى،
نعالجها ان احنا نشوف حد احسن من عبد الناصر، حد احسن من حسني، حد احسن من السادات، لكن ما نتمناش العبوديه، ما نتمناش ان ناس اجانب اسره محمد علي لحد الملك فاروق، دول مش مصريين، دول ولا كانوا اتراك حتى، ولا كانوا من البانيا، دي اسره يونانيه وبيتهم بيت جدودهم في اليونان، معمول متحف دلوقتي. محمد علي كان يوناني وكان مدسوس على الدولة العثمانية وكان مدسوس على العالم العربي والإسلامي عشان يغير الهوية. ناس تشير لك صورة الملك فاروق قاعد وعلى يمينه آل سعود وعلى كل واقف وقال خليفة وقال مش عارف مين، ودول كلهم واقفين وهو قاعد حاطط رجل على رجل. دول كلهم كانوا خدامين عند الإنجليز أساسا، فالإنجليز هم اللي بيقولوا مين اللي يقعد ومين اللي يقف، يعني هو مش فتاكة يعني، مش هو ده اللي كان معلي قيمة مصر خالص. تمام؟ واتمنى الناس تقرا كويس، تقرا تاريخ كويس، وبلاش تمجده في ايام العبوديه وتتمنوا ان انتوا ترجعوا عبيد تاني. وحاولوا تبحثوا، هنزل فيديوهات تانيه، تبحثوا قصه محمد علي عملت ايه في العرب، عملت ايه في عرب هواره ومشايخ العرب بتوع الصعيد والمماليك، وعملت ايه في مذبحه المماليك وفي مذبحه اسن على ايد ابراهيم باشا، وعمل ايه الملك فاروق في مشايخ العرب وفي العمر والناس اصحاب الاملاك واصحاب اللي كان عندهم احصنه وفروسيه، عملوا ايه فيهم لتغيير هوية البلد ونزعها من اهلها. واقرا كويس عبد الناصر عمل ايه عشان يرجع البلد لاهلها. والسلام عليكم.